الرحمن الرحيم يتجدد بكم اللقاء في وحدة المماليك والعثمانيين نقدم اليوم المحور الثاني لهذه الوحدة وهو تاريخ الدولة العثمانية سنتناول من خلاله تاريخ الدولة العثمانية من النشأة إلى النهاية أصل العثمانيين وموطنهم الأول قبل تحركهم وبداية تشكل دولتهم من الإمارة إلى الدولة، وتأسيسهم للجيش العثماني الإنكشاري، مروراً بعظمة هذه الدولة وقوتها، وأهم فتوحاتها ونظام حكمها، ومؤسساتها الاجتماعية والتعليمية، وحركات التجديد، والتنظيمات، وذلك من خلال التوقف عند المحطات البارزة في تاريخ هذه الدولة، ونخص بالذكر عصر السلطان محمد الثاني أو عصر الفاتح، لأنه فتح القسطنطينية، وعصر بايزيد الثاني، ثم عصر سليمان القانوني أحد أشهر السلاطين العثمانيين والذي حكم لفترة تمتد تقريبا وأربعين سنة من 1520 إلى سنة 1566 وتوسعت في عهده الدولة العثمانية بشكل كبير وقد تميز عهده بالقوة والحكمة والقانون لذا سمي, سمي بالقانوني ويعتبر عصره العصر الذهبي للدولة العثمانية و قبل هذا سنتعرف على عصر الإمارة أي عصر عثمان أرطغل وعصر الدولة أي عهد السلطان أورخان الغازي وأيضا سننتقل إلى تدهور الدولة العثمانية وعوامل ضعفها كما سنحاول التعرف على العلاقات العثمانية المغربية طبعا يتطلب الامر العوده الى الببليوغرافيا للتعرف على اهم المصادر والمراجع التي تخص الدوله العثمانيه هذه الدوله التي حكمت مجالا واسعا امتد على ثلاث قارات اسيا شرقا واوروبا وافريقيا غربا بمعنى حكمت اقطارا تفوق سعتها ما كانت تحكمه الامبراطوريه البيزنطيه في اوج عظمتها واستمرت قائمه لما يقرب من 600 سنه اي لمده سته قرون وبالتحديد من شهر يوليو 1299 الى شهر اكتوبر من سنه 1923 وحكمت مجال شاسع وفتره زمنيه طويله من الصعب الاحاطه بها في بعض المحاضرات لكن سنحاول التعرف على بعض من تاريخها لفهم وادراك سير التاريخ العالمي الحديث ولانه لا يزال يمثل احد تشكيلات سياسيه للامس القريب فمن هي الدوله العثمانيه ولماذا سميت بهذا الاسم وما هي أصولها كيف ظهرت ما هي عوامل قيام الدولة العثمانية وما الغرض من دراسة التاريخ العثماني بالنسبة لأصل العثماني وموطنهم الأصلي أو الموطن الأول قبل العودة إلى الخريطة لمعرفة موطنهم وتحركهم لابد من الإشارة بأن الحقائق حول نشأة الدولة العثمانية قد اختلطت وذلك لعدم عنايه المؤرخين العثمانيين الاوائل بتدوين تاريخهم وهذا التدوين الذي لن يبدا الا بعد سقوط القسطنطينيه سنه 1453 بالاضافه الى ان المؤرخين الاوروبيين وخاصه البيزنطيين منهم لم يفرقوا في بدايه الامر بين العثمانيين وغيرهم من الأتراك على حدود الدولة البيزنطية والذين هاجروا إلى مناطق واسعة من العالم وانتشروا انتشارا كبيرا وتتفق أغلب المصادر على أن العثمانيين قوم من الأتراك من منطقة تركستان من منطقة تركستان وهو الموطن الأصلي ينتسبون من وجهه النظر الاثنيه الى العرق الذي ينتسب اليه المغول والصينيون وغيرهم من شعوب اسيا الشرقيه وكان موطنهم الاصلي الاول في اسيا الوسطى في هذه البوادي الواقعه بين جبال طاي شرقا وبحر قزوين في الغرب كان موطنهم اذا قلنا خلال في هذه المنطقة وقد انقسموا إلى عشائر وقبائل عديدة منها عشيرة كاي التي نزحت في عهد زعيمها كيندز ألب إلى المراعي الواقعة شمال غرب أرمينيا قرب مدينة خلاط عندما استولى المغول بقيادة جنكيز خان على خراسان على منطقة خراسان طبعاً الحياة السياسية المبكرة لهذه العشيرة فيها نوعا من الغموض وكل ما يعرف عنها هو إسلامها مبكرا واستقرارها في المنطقة في فترة من الزمن ويستفاد أيضا من المعلومات المتوفرة أن هذه العشيرة تركت منطقة خلط حوالي سنة 1229 تحت ضغط الأحداث العسكرية التي شهدتها المنطقة بفعل الحروب التي اثارها السلطان جلال الدين الخوارزمي مع المغول ومع غيرهم وهبطت واتجهت في اتجاه حوض نهر دجله. اذا نلاحظ بان ظروف انتقال الاتراك العثمانيين ارتبطت باحداث الدول التي كانت قائمه خلال هذه المرحله. كانت هناك دوله الاتراك السلاجقه والتي اسست سنه 1300 و ألف ودولة الخوارزم التي أحدثت سنة ألف وتسعين ثم الإمبراطورية المغولية سنة ألف إذا مرحلة الانطلاق توفي كيندز ألب في العام التالي لنزوح عشيرته إلى حوض دجلة فترأس العشيرة ابنه سليمان شاه والد أرطغرل وهو جد عثمان المؤسس الفعلي للدولة العثمانية والتي أخذت اسمها من خلال اسمه وبعد أن غزا المغول سليمان شاه وعشيرته لقي هذا الأخير حتفه في نهر الفرات أثناء محاولة الفرار ودفن بالقرب من المكان المسمى حاليا تزالي بقلعة جعبر بسوريا ثم تولى بعده أرطغل الذي ارتحل مع عشيرته إلى مدينة أرزنجان التركية حاليا شرق تركيا وكانت مسرحا للقتال وبين السلاجقة الدولة التركية الأولى التي أسسها الأتراك للوقوف أمام أعداء الإسلام والخوارزميين فما كان من أرطغ إلا أن يتقدم بكل حماس وتبات لنجدة إخوانه في الدين والعقيدة وكان ذلك التقدم سببا في نصرة المسلمين على النصرة وهو ما اعترف به وقدره قائد الجيش الإسلامي السلجوقي فكافأه السلطان السلجوقي على تلك المساعدة بمنحه أرضا في غرب الأناضول وسمح له بالتوسع فيها على حساب الروم البيزنطيين واستطاع أن يلتحق بخدمة السلطان علاء الدين وهو سلطان قونيا إحدى الإمارات السلجوقية التي تأسست عقب انحلال دولة السلاجقة وسانده في حروبه ضد الخوارزميين فكافأه السلطان بأن أقطع عشيرته بعض الأراضي الخصبة قرب مدينة أنقرة العاصمة الحالية لتركيا وتاني أكبر المدن التركية بعد إسطنبول وظل أرطغرل حليفا للسلاجقة حتى أقطعه السلطان السلجوقي منطقة في أقصى الشمال الغربي من الأناضول على الحدود البيزنطية في المنطقة المعروفة باسم سوغوت حول مدينة إسكي شهير في الشمال الغربي لتركيا والتي ستعرف فيما بعد بمزرعة لتربية الخيول العربية الأصيلة وهذه الخيول التي كانت تخدم القصر وجنود السلطة العثمانية حيث بدأت العشيرة هناك حياة جديدة إلى جانب إمارات تركمانية سبقتها إلى المنطقة وعلى شأن أرطغرل لدى السلطان بعد أن أثبت إخلاصه للسلاجقة وأظهرت عشيرته كفاءة قتالية عالية في كل معرك في كل المعارك وكانوا دائما في مقدمة هذه الجيوش تم لهم النصر على يدي أبناء عشيرة أورتوغل فخلع عليه لقب أوجبيكي أي محافظ الحدود اعترافا له بالمجهودات الكبيرة غير أن أورتوغل كان عنده أطماع سياسية بعيدة فلم, فلم يقنع بهذه المنطقة التي أقطعه إياه السلطان السلجوقي ولا باللقب الذي ظفر به، ولا بمهمة حراسة الحدود والحفاظ عليها، بل شرع يهاجم باسم السلطان ممتلكات البيزنطيين في الأناضول، واستطاع أن يوسع أراضيه خلال مدة نصف قرن قضاها كأمير على مقاطعة حدودية، إلى أن توفي سنة 1281 عن عمر يناهز 90 عاما، بعد أن اكتسب لقب غازي، تقديرا لفتوحاته وغزواته المستمرة ضد البيزنطيين هذه آه الغزوات التي مكنته من توسيع أراضيه ليتولى ابنه عثمان قيادة اقطاعيته تحت ظل صلاجقة التابعين بدورهم للاخلانيين في إيران وبعد سنوات استطاع أن يفرض سيطرته على مناطق عديدة من حوله وأن يقضي على جميع الامارات الصغيرة خاصة بعد وفاة غيات الدين مسعود الثاني آخر حكام سلاجقة الروم ليكون ذلك علامة على شبه استقلال لهذه الإمارة الصغيرة عن السلاجقة وبعدها عن الإلخانيين آه بعد أن دخلت في طور الضعف وهذا ما سنراه في المحاضرة المقبلة حول تحول أسرة العثمان من الإمارة إلى الدولة